بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين والعاشقين والمحبين والمحبوبين، وأدع علينا بعوائدك الحسنى يا أكرم الأكرمين. يسر لنا أمورنا واجبر كسر قلوبنا وأذهب غم نفوسنا، اجمع لنا الخير كله واصرفنا عن الشر كله، لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك مولانا رب العالمين. وبعد، أيها الإخوة الأكارم، بارك الله بكم وجزاكم الله عنا كل خير، ونسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا وعملكم فيه الإخلاص والنفع إن شاء الله تعالى. وأشكركم على حضور هذه المحاضرة، نسأل الله تعالى التوفيق والتيسير، والشكر موصول للإخوة الكرام في البيت الحمصي على هذه الجهود المباركة. وبعد، محاضرتنا اليوم إخواننا الأعزاء هي التربية بالرحمة، أو عنوانا لها ضمن سلسلة التربية بالرحمة في ضوء القرآن والسنة. واليوم إن شاء الله تعالى سنأخذ أو سنتعرض لمحاضرة عنوانها موجبات الرحمة وأسبابها وإضاءاتها في القرآن الكريم. موجبات الرحمة وأسبابها وإضاءاتها في القرآن الكريم. على بركة الله نبدأ. لا بد من مقدمة صغيرة بين يدي هذه المحاضرة المباركة. لازلنا نتكلم عن التربية بالرحمة. الآن هذه الكلمة الرحمة، لا بد لنا من أن نعود إلى التأصيل القرآني للفظ الرحمة ومشتقات هذا اللفظ. نلاحظ أنه في من خلال الاستقراء في القرآن الكريم أن هذه الكلمة، كلمة الرحمة، لفظة الرحمة، قد وردت في القرآن الكريم بإحداها، إما بلفظ الرحمة أو بإحدى مشتقاتها، مشتقات الرحمة، أو مصدرا من المصادر، وقد وردت إما معرفة أو نكرة أو مضافة، وجاءت بصيغة المتكلم أو المخاطب أو الغائب، وجاءت بصيغة الإفراد أو الجمع، وجاءت أيضا بضمن الحركات الإعرابية الثلاثة، أتت بلفظ رحمة، رحمة ورحمة ورحمة، وأتت في بعض الأوقات وردت مع الصلاة تارة، ومع الرجاء تارة، ومع الدعاء تارة، ومع معية الله سبحانه وتعالى تارة، وتارة اقترنت مع المغفرة، وتارة اقترنت مع لين الجانب، مع التفضل من الله عز وجل على عباده من الهدى والبيان، ومع النجاة من الهلاك والدمار، وأتت تارة مع البشارة من الله عز وجل بالجنات لعباده المؤمنين، ورحمة الله سبحانه وتعالى في إرسال الرسل للأمة، ولفت الأنظار إلى ذكر الرحمة، فهما أي الرحمة عدم اليأس وعدم القنوط من رحمة الله عز وجل. وجاءت في بعض الأوقات مع الرأفة، تذكر الرحمة رؤوف رحيم، ذكرت الرحمة مع الرأفة. هذه مقدمة بين يدي موجبات الرحمة وأسبابها وإضاءاتها في القرآن الكريم. حقيقة الإمام ابن عاشور في كتابه، في كتاب التفسير التحرير، هذا قال ابن عاشور: إن من مقاصد الرحمة في القرآن الكريم، إن من مقاصدها الرحمة، وهي مقصد أساسي وأصلي في القرآن الكريم، مقصد تهذيب الأخلاق وتخلق الناس بخلق الرحمة، ووجه من وجوه تهذيب الأخلاق، قال: بل هي رأس الأخلاق وعمادها. إذن خلق الرحمة مقصد أساسي في القرآن الكريم، كما ذكر لنا ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير. موجبات الرحمة إخواننا الأعزاء، موجبات الرحمة كثيرة في القرآن الكريم، لكن حقيقة الإنسان لا يستطيع أن يتعرض لرحمة الله عز وجل إذا لم يقم بهذه الأسباب، لم يتعرض لموجبات الرحمة التي أمره الله عز وجل بها. كيف يتعرض هذا الإنسان لهذه الموجبات الرحمة؟
أول شيء أخوان الكرام، هذه الرحمة هي صفة من صفات الله عز وجل، رؤوف رحيم، من أسماء الله عز وجل الحسنى الكثيرة أنه هو الرحمن الرحيم. وقد ورد في القرآن الكريم صيغة اسم الرحمن 57 مرة، أما الرحيم فوردت 95 مرة. وهناك آيات في القرآن الكريم وردت بلفظ الرحمن، وهناك آيات وردت بلفظ الرحيم، وهناك آيات جمعت بين الرحمن والرحيم، كما في قوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إذن صفة المولى سبحانه وتعالى شملت الرحمة الله عز وجل، شملت الوجود وعمت الملكوت سبحانه وتعالى. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. إذن كتب الله سبحانه وتعالى تحت العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. ورحمة الله وسعت، ورحمته وسعت كل شيء، كل شيء سبحانه وتعالى. إذن هذه رحمة الله عز وجل الواسعة، نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بهذه الرحمة، لكن لا بد لنا من أن نقوم بأسباب هذه الرحمة، وهي صفة لازمة لله سبحانه وتعالى في مع كمال المغفرة وكمال الرحمة، لكن لا بد من وجود مقتضياتها في الخلق والأمر. إذن لابد، إذا لم يكن عندنا مقتضيات هذه الرحمة فلن نتعرض إلى الرحمة. إذا نزلت الأمطار الجميلة وأمطار الرحمة وغيث السماء ولم نتعرض لهذه الأمطار فقد خسرنا هذه الرحمة. كذلك الرحمة إذا لم نتعرض لها، يعني أنت أيها الأخ الكريم، أنت المفروض منك أن تبذل وسعك من أجل أن تتعرض لرحمات الله عز وجل. بعد الفجر عندما تتنزل رحمات الله ومغفرة الله عز وجل، إذا أنا كنت نائم في صلاة الفجر يعني حقيقة لن أتعرض إلى هذه الرحمات. وكذلك الرحمة إذا لم أتعرض لمقتضيات هذه الرحمة فإنني أنا لن أنال هذه الرحمة. فالله عز وجل إذا تعرضت له لهذه المقتضيات فإنه يغفر للتائبين ويرحم من قام بالأسباب الموجبة للرحمة سبحانه وتعالى. الآن ما هي أسباب الرحمة؟ إذا تعرفنا قبل قليل على موجبات الرحمة وعندكم في الشاشة، إذا موجبات الرحمة تعرضنا عليها، ثم لاحظ معي تعرفنا هذه الموجبات وأنها صفة من صفات الله تعالى كما تلاحظون على الشاشة، ثم تعرضنا لمقتضيات هذه الرحمة. الآن ما هي أسباب الرحمة؟ ما هي الأسباب الموجبة للرحمة في القرآن الكريم؟ ما هي الأسباب الموجبة التي ينبغي أن أفعلها لأتعرض لرحمة الله عز وجل؟ عندنا 9 أمور إخواننا الكرام أحصيتها في القرآن الكريم، وهي حقيقة ليست هي فقط، إنما يوجد أيضا أمور أخرى من الأسباب الموجبة للرحمة في القرآن، لكن لعلي أخذت منها هذه الزهرات من الآيات الكريمة. أنا سأتعرض إخواننا الكرام لأسباب الموجبة للرحمة ودليلها في القرآن الكريم، وقد آتي فقط على كما يقول العلماء على محل الشاهد من هذه الآية الكريمة، ولن آتي بالآية وما قبلها أو ما بعدها. من أول أسباب الموجبة للرحمة إخواننا الكرام هي الإيمان بالله تعالى. الإيمان بالله تعالى، إذن واحد الإيمان. ماذا وما دليلها من القرآن الكريم؟ قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراط مستقيم. إخواني الكرام لاحظ معي: فأما الذين آمنوا بالله، الآن نحن نتكلم عن الإيمان بالله باعتباره سبب من الأسباب الموجبة للرحمة. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، آمنوا بالله واعتصموا، إذن الإيمان بالله هو موجب من موجبات وسبب من أسباب
الرحمة التي يتعرض فيها العبد لرحمة الله سبحانه وتعالى، فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. إذا هذا من أول الأسباب الموجبة للرحمة. 2، التوبة. إخواننا الكرام، ما دليلنا من القرآن الكريم على هذه التوبة؟ أنا الآن سأتكلم فقط في القرآن الكريم، إن شاء الله في محاضرات قادمة سنأتي إلى الرحمة في السنة المطهرة. قال تعالى هنا بالنسبة للتوبة، قال: من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. إذن عمل سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. إذن يتعرض لمغفرة الله عز وجل ورحمته إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى. إذن من الأسباب الموجبة السبب الثاني، احفظوها معنا أخواننا الكرام. السبب الأول الإيمان بالله عز وجل، ثم التوبة. السبب الثالث هو الإصلاح والتقوى. الإصلاح والتقوى، قال تعالى في سورة الحجرات: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. لاحظوا أخواننا الكرام، انتهت الآية الكريمة لعلكم ترحمون. إذا أنتم أيها الإخوة الكرام، أيها المؤمنون، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، لا سمح الله صار هناك نزاع بين الإخوة المؤمنين، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. إذن إصلاح وتقوى لله عز وجل. الإصلاح ينبغي أن يكون معه تقوى لكي لا يجنح إلى غير ما يرضي الله سبحانه وتعالى. إذن الإصلاح والتقوى موجب من موجبات رحمة الله عز وجل التي نتعرض لها. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم تفلحون. من موجبات الرحمة أيضا العفو والصفح، وخاصة عند المقدرة. العفو عند المقدرة أخواننا الكرام، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. لاحظ معي: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إذن العفو والصفح هو من موجبات الرحمة أيضا، من الأسباب الموجبة للرحمة. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إذن تعرضنا إخواننا الكرام، أنا أريد أن أقول شيء بين يدي هذه الآيات الكريمة. حقيقة هل يمكن الجمع؟ نحن قلنا عندنا 9 أمور، هل يمكن الجمع بين هذه الأمور؟ طبعا يمكن. يعني أنت أيها الأخ الكريم ممكن أن تكون مؤمنا لله، تائبا لله عز وجل، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، عندك الصفح، فربما أنت استطعت أن تجمع بين ملاك ذلك كله، كما فعل سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من منكم فعل كذا؟ فقام سيدنا أبو بكر الصديق: أنا يا رسول الله. من منكم زار مريضا؟ أنا. من منكم عاد مريضا؟ من منكم زار أخا في الله؟ من منكم مشى في جنازة؟ قال: فكل ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فسيدنا أبو بكر الصديق يرفع يده ويقول: أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فداك أبي وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن من موجبات الرحمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. لاحظ معي النتيجة، المكافأة: أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. عندما أمر الإنسان بالمعروف ونهى عن المنكر فإنه تعرض لرحمة الله سبحانه وتعالى بنص القرآن الكريم. من موجبات الرحمة وأسبابها إخواننا الكرام الإنفاق في سبيل الله، وهذا دور الأغنياء. بارك الله بهم في هذا المجتمع المسلم. المجتمع المسلم إخواننا الكرام لكل الناس، وكل أنا أقول قد نوع سبحانه وتعالى الطاعات، نوع سبحانه وتعالى الطاعات من أجل ماذا إخوان الكرام؟ من أجل هذا الإنسان أن يغتنم هذه الطاعات. فكل حسب ما يجد في نفسه، إلا إذا كان مثل سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، كان قد جمع كل هذه الأمور كلها بفضل الله عز وجل. أما أنت فالله أكرمك بمال وفير،
فأنفق هذا المال لتتعرض لرحمة الله عز وجل. من الأسباب الموجبة كما قلنا الإنفاق في سبيل الله. ماذا قال تعالى؟ ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته. لاحظ معي، ما ينفق ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. إذن ما أنفق قربة لله عز وجل، خالصا لله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا وإياكم أيها الإخوة الكرام بالإخلاص في هذا طلب الإخلاص من المنفقين طبعا، ويندرج هذا الإخلاص على أعمالنا كلها، لأن الله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. يلي يقصد في وجه غير الله عز وجل سيأخذ أجره من هذا وانتهى، أما الله عز وجل لا يقبل إلا ما كان خالصا لله سبحانه وتعالى. إذن هذا بالنسبة للإنفاق في سبيل الله. أيضا رقم 6، الاستغفار هو من الأسباب الموجبة إلى الرحمة إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. سيدنا صالح رضي عليه السلام كان قومه دائما ما يطلبون منه، يعني يسألون عن أمور السيئة، يسألونه عن العقوبة، ما هي عقوبتنا إذا فعلنا كذا، ما هي عقوبتنا إذا لم نؤمن بالله. فلفت نظرهم سيدنا صالح عليه السلام أن يسألوا عن الخير ويبتعدوا عن الشر. قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. يعني تركونا من الأشياء اللي أنتم عم تسألوا عنها، السيئات، عن الشرك، عن 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 اسألوا عن العمل الصالح. قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. يعني إذا أنتم استغفرتم الله عز وجل فإن الله عز وجل يرحمكم ويتفضل عليكم برحمته ورأفته الواسعة. من الأسباب الموجبة أيضا الإحسان، وتعلمون أن الإحسان له عدة معاني، من بينها الإحسان كما ورد في حديث سيدنا عمر بن الخطاب، قال وقد سأله سيدنا جبريل عن الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أما ممكن أن يأتي أيضا الإحسان بمعنى المحسن الذي يتفضل من فضل الله عز وجل على الناس. قال تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب ممن إخواننا الكرام، قريب من المحسنين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. إذا أنا كنت محسنا لله عز وجل فرحمة الله عز وجل تكون قريبة مني. الصبر إخواننا الكرام أيضا موجب من موجبات الرحمة، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ماذا نتيجتهم؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إخواننا الكرام، بشرى للآباء، للأمهات، للمربين، للمعلمين، للمشايخ، للمريدين، لأهل العلم بالتربية الحسنة. التربية الحسنة إخواننا الكرام هي موجب من موجبات الرحمة. الله عز وجل ربط التربية بالرحمة. ماذا قال سبحانه وتعالى؟ قال سبحانه وتعالى في سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يعدد لنا التربية. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لاحظ إخوانا الكرام، قرن التربية بالرحمة لله، بالرحمة من الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الأسباب التسعة هي الأسباب الموجبة للرحمة من الله سبحانه وتعالى. الآن إخواننا الكرام لابد من إضاءات على جوانب من رحمة الله تعالى في القرآن الكريم. إذن الآن
من إضاءات الرحمة في القرآن الكريم. أول شيء يعني ما هي الأمور التي الله عز وجل أكرمنا فيها بمحض فضله ورحمته؟ مثلا أعطي مثال، إرسال الرسل. إخواننا الكرام، إرسال الرسل من أعظم الأمور الرحمة التي أكرمنا الله عز وجل بها. الله عز وجل يبعث لنا الأنبياء والرسل. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء. تذكروني إخواننا الكرام، لو رجعنا الإخوة الكرام اللي كانوا معنا والمحافظين معنا، إذا تتذكروا في بعض الدروس من معاني الرحمة أيضا النبوة، وهنا أيضا أتت بمعنى النبوة، يختص برحمته. إذن الله عز وجل سمى إرسال الرسل هو اختصاص بالرحمة، يختص الله عز وجل الرسول الذي يريد أن يرسله للناس. فهذه أيضا أول شيء، إذن هذه من إضاءات على جوانب الرحمة في القرآن الكريم. أول شيء إرسال الرسل من قبل الله سبحانه وتعالى. اثنين، أيضا إنزال الكتب. الله عز وجل لم يتركنا هكذا هباء في الجو، إنما سبحانه وتعالى أرسل لنا الرسل وأرسل معهم الكتب ليدلونا على طريق الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: لقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة، هدى ورحمة لقوم يؤمنون. إذن هذه الكتب إنما هي هدى ورحمة من الله سبحانه وتعالى. أيضا إخواننا الكرام، من أنا أحاول أن أعود قليلا معكم إلى الشاشة، لاحظوا معي، انتهينا هنا إخواننا الكرام. إضاءات، الآن عندنا إضاءات على جوانب من رحمة الله تعالى في القرآن الكريم. أول شيء رحمة الله سبحانه وتعالى في إرسال الرسل. اثنين، رحمة الله عز وجل في إنزال الكتب، أخذنا أدلتها من القرآن الكريم. ثم رحمة الله عز وجل في قبول التوبة والعفو عن العاصين والمضطرين، يعني من رحمة الله عز وجل أنه قبل توبتنا. إخواننا الكرام، يعني ما الذي يحمل الله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى أن يقبل توبتنا إلا محض فضل وكرم ورحمة من الله عز وجل. قال تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. الله عز وجل أكرمنا بالتوبة من المعاصي ليرحمنا سبحانه وتعالى. هذه ما بيننا وبين الله عز وجل. إذن رحمة الله عز وجل على قبول التوبة والعفو عن العاصين والمضطرين، ورحمات الله عز وجل التي في إرسال الرسل وفي إنزال الكتب. هناك رحمات من الله عز وجل تتعلق في التشريع الإسلامي، في تشريع الإسلام، في الأحكام، وهذا ملاحظ جدا. فمثلا الرحمة الله عز وجل في أحكام الأموال. إخواننا الكرام، لم يطالبنا الله عز وجل بمالنا كله عندما أمرنا بالزكاة أو الصدقة. كم ندفع نحن من الزكاة؟ رحمة 2.5%. يعني الله عز وجل قال لك أيها الأخ الكريم، أيها العبد، أيها المؤمن، لك من مالك 97.5 ولله عز وجل 2.5، ويعوضك الله عز وجل. إذن هذه من رحمة الله عز وجل في التشريع. من رحمة الله عز وجل في التشريع أيضا العفو والدية. لا سمح الله إنسان قتل إنسانا خطأ، تمام، فالله عز وجل فسح له إما أن يعفو أو الدية، فدية مسلمة إلى أهله. الدية حتى إذا أراد الأهل أن يعفو أو العاقل تعفو، فهذا أيضا من رحمة الله عز وجل في التشريع. رحمة الله عز وجل في تحريم القتل. إخواننا الكرام، ممنوع، ما في قتل إنسان يقتل المؤمن. هذه رحمة الله عز وجل، إن الله كان بكم رحيما. طيب لماذا حرم القتل؟ رحمة من الله عز وجل بنا، حفظا للنفوس، وصان هذه النفوس من التلف والهلاك، وهذا ما يسمى بالزواجر كما مر معنا، لكي لا تنتشر مثل هذه الأمور في المجتمع. أنا أريد إخواننا الكرام أن أسلط الضوء الآن، هذه آيات الرحمة التي نحن حكينا فيها. ننظر إلى الوقت، هذه آيات الرحمة لابد أن تنعكس، هذه الآيات في القرآن الكريم تنعكس على أخلاق
النبي صلى الله عليه وسلم الآن وصفح النبي صلى الله عليه وسلم، خلق النبي وصفحه. إذن نحن نريد ترجمة لهذه هذه الرحمة التي ذكرتها في القرآن الكريم. عندما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض. إذن نحن نريد أن نتعرف عن الرحمة. الآن تكلمنا كلام نظري ودللنا عليه بآيات من القرآن الكريم. طيب الآن نريد أن ننزل هذه الرحمات على واقع المجتمع الإسلامي. مثلا آيات الرحمة في القرآن الكريم التي ذكرناها علاقتها بخلق النبي صلى الله عليه وسلم، كان خلقه القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى ممتدحا النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. شفنا أحسن من هيك، الله عز وجل خلق النبي صلى الله عليه وسلم، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم وخلقه بخلق عظيم، وشهد له سبحانه وتعالى بهذا الخلق العظيم، وليس بعد شهادة الله من شهادة. إنما نستأنس بأقوال السيدة عائشة مثلا كان خلقه القرآن، بل كان قرآنا يمشي على الأرض. إذن قرآن ويمشي على الأرض يطبق، إذن بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم مطبق، هو ولكم في رسول الله أسوة حسنة، مطبقا لآيات الرحمة وتجليات هذه الرحمة في خلق النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا خلق الرحمة كما وصف، هو المحور الأساسي في أسماء الله الحسنى، في صفات الله عز وجل جل شأنه الرحمن الرحيم. قال تعالى سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، انظروا هذه صفات المصطفى صلى الله عليه وسلم برحمة من الله عز وجل: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إذن فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن النبي صلى الله عليه وسلم وكان فظا غليظ القلب لانفض الصحابة الكرام من حول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فداك أبي وأمي يا رسول الله على هذه الرحمة المهداة التي أهدانا الله عز وجل إياها سبحانه وتعالى. بناء على ذلك فإن مفهوم الرحمة إخواننا الكرام يتعزز قولا بالكلام الطيب. يعني أنا الآن يا أستاذ أنت تكلمت عن هذه الرحمات، طيب، وتكلمنا عن موجباتها والأسباب الموجبة لها وإضاءاتها. طيب أنا كيف أتعرض لهذه الرحمة؟ أولا بالكلام الطيب، هذه موجب من موجبات الرحمة. يتعزز هذا أن أعود نفسي على الكلام الطيب، الاستغفار للمخطئ، إذا أنا أخطأت فأستغفر الله عز وجل من هذا الأمر الذي بدر مني. إذا هذا أيضا شيء آخر، مثلا التجاوز عن الزلات، العمل بالتواضع، هذه كلها من انعكاسات الرحمة على الإنسان. إذا كلام طيب، استغفار، استغفروا، قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. التواضع، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أشد الناس تواضعا ومن بعده الصحابة الكرام. إذن التجاوز عن الزلات، لا أنتظر الناس على زلة أو خطيئة إخواننا الكرام، هذا ليس من الرحمة، بل على العكس أنا أستر عليهم إذا أخطأوا ولا يعني أتابع زلاتهم أبدا. وكيف انعكاسات هذه الرحمة سلوكا أيضا، التحدث مع هؤلاء العاصين عن ومن على شاكلتهم. إذن الإنسان العاصي إخوانا الكرام عندنا مسألة جدا هامة، أنا عندما أتحدث عن مع العاصين لا يعني أنا لا أبغض وأكره فيهم هم نفسهم هؤلاء العاصين، إنما أكره المعصية. فأنا من رحمة الله عز وجل علي أن هؤلاء العاصين أنا أكلمهم بكل رحمة وبكل شفقة، ومن كان على شاكلتهم وأنا أريد أن يأتوا معي إلى الإسلام
وإلى حظيرة الحق والصواب. وأنا أشاورهم إخواني الكرام، لو إنسان عاصي أنا أشاوره أيضا، فهذا يعود وأدعى على أن يعود هذا الإنسان عن معصيته. قال تعالى سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، لاحظوا إخواني الكرام، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لاحظوا معي قرن الرأفة مع الرحمة، ورأفة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته. أيضا تتذكروا معنا أيضا قرن الرحمة بين الزوجين، أيضا جعل بينكم مودة ورحمة، بين الزوجين المودة والرحمة. إذن الله عز وجل قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، هذا النبي صلى الله عليه وسلم منكم وفيكم، هو إنسان وليس من الملائكة. عزيز علي ما عنتم، عزيز علي عناتكم ونصبكم وتعبكم، لا يرضى لكم أن تتعبوا. حريص عليكم، حريص على المؤمنين، مثله حريص مثل ما يحرص على نفسه، بل يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته كما يدعو للسيدة عائشة. هذا ورد من السيدة عائشة عندما قالت: ما تدعو يا رسول الله؟ فقال كان يدعو بجوامع الكلم، ودعا للسيدة عائشة فقال: ألا يرضيك هذا يا عائشة؟ قالت: بلى. قال: والله إني لأدعو ذلك لأمتي كما يدعو. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، والله عز وجل سماه الرؤوف الرحيم. هذه إسقاطات من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في خلق الرحمة. الله عز وجل أيضا قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهنا في هذا المعرض إخواننا الكرام نتعرض إلى شيء من اللغة العربية، وما أرسلناك إلا رحمة. أنتم تعلمون أن إلا أداة الاستثناء، إذا أتت بموضع، إذا أتى قبلها نفي فكانت للحصر. وما أرسلناك إلا رحمة، يعني حصرا رحمة للعالمين، وليس للمسلمين، وليس للناس فقط، وليس للحيوانات، وليس للشجر، للعالمين، لكل العوالم. الله عز وجل حصرا أرسل المصطفى صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. هذا وصف رباني لرسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو رحمة لكل البشر، وهي تتأتى من اتباع الناس للرسول في دعوته. ذلك أن دين الإسلام دين الرحمة الشاملة لكل البشر، رحمة في الدنيا بأن يحيا الفرد في أمان نفسي، فهو صاحب رسالة ربانية، النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم على الأرض، ألا وهي هذا الإنسان من بعده، ألا وهي عمارة الأرض. إعلاء كلمة الله عز وجل يتطلب منك أيها الإنسان السعي والكد وطلب العلم، هذا كله من أجل أن تتعرض لرحمة الله عز وجل، دون التخلي عن ثوابت العقيدة الربانية الصحيحة. والاستمساك بالأخلاق والقيم، إخواني الكرام، نحن أشد ما نحتاج في هذه الأيام هي إلى القيم والأخلاق والخلق الحسن. إن الإنسان لا يبلغ بحسن الخلق ما لا يبلغه الصائم القائم. إذن أنت حسن الخلق بكلمات جميلة تنطق بها تصل إلى ما يصل الصائم القائم. إذن القيم العظيمة التي يجب علينا تكريسها وتعزيزها في المجتمعات الإسلامية، مثل قيمة العدل، الرحمة، التسامح، الرأفة، العفو، هذه معاني. وقد ورد معنا 17 معنى من معاني الرحمة في القرآن الكريم. هذا الجانب، إذن هذا عبارة عن تجليات الرحمة في خلق المصطفى صلى الله عليه وسلم. عندنا تجليات أخرى أختم بها، لأن الإخوة الكرام عندهم درس آخر بعد قليل، هي تجليات الرحمة وهذه الآيات في صفح النبي صلى الله عليه وسلم. إذن على خلق النبي تعرفنا عليها، الآن على الصفح. لماذا نحن نتكلم بالصفح النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحقيقة لأن الصفح عبارة عن فرع من فروع الرحمة. إذن خلق الرحمة يستتبعه خلق الصفح، ومعناه اللغوي معنى الصفح العفو والتجاوز والإعراض، العفو والتجاوز عن الذي أخطأ والإعراض عن خطيئته، وهو من المعاني التي تمتد بصلة وثيقة إلى خلق الرحمة. إذن
خلق الصفح فاعفوا واصفحوا، العفو والصفح والرحمة يعني مقترنة مع بعضها البعض. وقد وردت الآيات القرآنية التي تحض على هذا الخلق العظيم. قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية. هذا فاصفح الصفح الجميل، إن ربك هو الخلاق العليم. فاصفح الصفح الجميل يعني اعفو وأعرض وتجاوز عن زلاتي وأخطائي من كان قبله. وقد عبرت السيدة عائشة رضي الله عنها إخواننا الكرام عن هذا ومدى سماحة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط، ما ضرب لا عبدا ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا نيل منه شيء فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. ما شاء الله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قالت السيدة عائشة: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط، لا عبدا ولا امرأة ولا خادم، ما ضرب إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا نيل منه بشيء، يعني ما صار معه شيء، فينتقم من صاحبه إلا أن شيء واحد فقط، أن تنتهك حرمات الله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إذا انتهكت حرمات الله عز وجل فإنه يعني يكون قد غضب غضبا شديدا، انتفخت أوداجه صلى الله عليه وسلم، وكأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. يعني إذا انتهكت، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لين الجانب، لين العريكة، إلا أن تنتهك حرمات الله عز وجل، فكان الناس يخافون ويهابون هذا الموقف مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ينتقم لحدود الله. ومن ذلك أنتم تعلمون حب النبي صلى الله عليه وسلم، عندما الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أتوا يعني يستشفعون لأسامة وتشفعون في حد من حدود الله، والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. إذن يقول كأنه منذر جيش صبحكم ومساكم، خلاص انتهى الأمر، لا يمكن التشفع في حدود من حدود الله عز وجل، لا يمكن أبدا، وليس هذا من الرحمة. نعم، فكل ما هو حقيقة سهل يوافق الشرع كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختاره ويكون محببا إلى نفسه. أي شيء كان فيه اللين والعفو والصفح كان محببا إلى نفس النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت هذا الخلق يعني اتصل من بعد بسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وتعلمون أنتم حادثة أسارة بدر، عندما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أخذ الفداء أو قطع الرؤوس، سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أشار بأخذ الفداء رحمة منه، وأشار سيدنا عمر بأن تقطع رؤوسهم. وأتت الآيات الكريمة مع يعني مع ما أشار به سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. ما كان سهلا عند النبي صلى الله عليه وسلم فهو يختاره ومحببا إلى نفسه، ما دام السهل موجودا ومتوافرا فلماذا يختار الصعب؟ أخوانا الكرام، عندك أنت عدة خيارات لطلابك، لأولادك، لأبنائك، لعمالك في المعمل، لطلابك في المسجد، للحلقات، للأبناء، للأمهات، للآباء، ماذا أنا أقول؟ كل هذه العلاقات المتضامنة المتكافلة المتشابكة، إذا كانت أستطيع أن أختار السهل فلماذا أستطيع أن أختار الصعب؟ لماذا أشق على الناس ما دام الأمر فيه سعة وخير وسهولة للناس؟ حقيقة هذا الملمح ملمح عظيم جدا لكل من يلجأ إلى الشدة، الذي يدافع عن قول الشدة ويلجأ إلى الشدة والقسوة. هذا الملمح العظيم كل من يلجأ إلى الشدة والقسوة في الأمور وقضايا الحياة، ما دام الأمر فيه سعة وتيسير ورحمة فالأولى إخواننا الكرام أن نتبع هذه الرحمة،
وما دام الأمر له علاقة كما قلنا بحدود الله عز وجل فهذا خط أحمر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتقم لحدود الله عز وجل ولا يتساهل في ذلك أبدا. حقيقة لو دققنا في هذا الأمر لكان من الرحمة أيضا. فعندما النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الحد من حدود الله عز وجل مثلا على ماعز، سيدنا ماعز، فهذا إقامة لحدود الله عز وجل، هذه رحمة اثنتان، رحمة به لأنه أتى تائبا إلى الله عز وجل، وأنتم تعلمون أن من موجبات الرحمة التوبة، فالله عز وجل قبل توبته، ورحمة بالمجتمع من أجل أن لا يتفشى في المجتمع الزنا، ورحمة المجتمع من أجل أن لا يعني يسود في المجتمع القتل والهرج والمرج، كما قلنا قبل قليل، كما قلنا أن العقوبات أيضا هي عبارة عن زواجر، فمن أجل أن نحافظ على هذا المجتمع متماسكا رؤوفا رحيما متكاملا مع بعضه البعض، يحفظ كل شيء، كل إنسان ما عليه، وكل إنسان يعلم ما له وما عليه، فإن هذا المجتمع يكون رحيما متآلفا تسود فيه الرحمة بين شرائح المجتمع. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا وإياكم، وأن يجعل خلقنا القرآن الكريم في الرحمة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكرمنا بالرحمة في كل أمورنا، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. وبارك الله بكم، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.